هاي جيرلز، معكم اي ام انوثة. بهالفيديو رح نعرفكم على زيت لوريال باريس الفيف اكستراوردينري اويل اللي بيناسب كل انواع الشعر، والهدف من استعماله الحد من جفاف الخصل وخشونتها. عبوه هالمستحضر ترانسبيرنت بتبين الزيت اللي فيها ولونه جولد، وبتجي مع مدخل تنزل الكميه اللازمه من الزيت. ريحته ناعمه وما زعجتنا ابدا، اما التكستشر تبعه فصحيح انها زيتيه بس منا دهنيه وخفيفه كتير، ورح تلاحظوا هالشي لما توزعوه على الشعر. لتستعملوا هالزيت في 3 طرق مختلفة. فيكم تحطوه قبل ما تغسلوا شعركم بالشامبو ليكون علاج مغذي للشعر. فيكم تستعملوه بعد ما تغسلوه هو رطب ليمنع جفافه. وفيكم تطبقوه بعد ما تنشفوا شعركم وتمشطوه ليزيد من اللمعان. نحن جربنا هالزيت بهالطرق الثلاثة، بس لقينا انه في طريقتين هن الأفضل. لتعرفوا اياهن تابعوا الفول ريفيو على onusareviews.com. إذا انتم جربتوه اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات.